ضمن الأنشطة التعليمية الهادفة التي تنظمها جمعية مستقبل المزار للتنمية والثقافة، نظمت أسبوعا للكتاب تحت شعار الكتاب خير صديق لتلامذة مدرسة عمرو بن العاص طيلة أسبوع كامل، وسطرت أهدافا رئيسية منها توطيد علاقات الطفل مع الكتاب لتشجيعه على القراءة، توسيع مدك التلميذ وإغناء رصيده اللغوي، تذكير بأهمية الكتاب في حياتنا، تعليم آليات القراءة الحسنة. وبغية تحقيق هذه الأهداف وضعت برنامجا شاملا يتضمن زيارات معرض الكتاب المقام بأحد الأقسام بالمؤسسة، ورشات للقراءة، عرض أشرطة التعليمية الهادفة، ومسابقات في القراءة.